سنوات من اليوم كانت هذه الابتدائية مجرد أقسام يغطيها الخراب، لكن اليوم المؤسسة التربوية الإمام مالك بقرية قسطن بعين صالح تظهر بحلة جديدة. الحمد لله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. كنا في حالة مزرية، والربورتاج الأخير منذ 3 سنوات أظهر كيف كانت المدرسة، واليوم الحمد لله يعني تغير ملحوظ وإنجاز كبير. بقي فقط مشكل واحد نعاني منه هو الماء فقط، ربط المدرسة بالماء. العام الفايت كنا نلعبوا في السمس، وكانش عندنا التراب، وهذا العام خدموا لنا القسومة ولا عندنا الظل وزادونا قسومة. أقسام مهيئة وجدران بها ملصقات تتماشى والمنهج التربوي التعليمي، ترميمون داخلي أعاد الصورة الحقيقية للهيكل التربوي. تغير ملحوظ بالنسبة للابتدائية، على بالنسبة للوقت اللي كانت عليه يعني الرمال وما كانش إحاطة وما كانش بصح، الآن يعني الحمد لله على ما نشان تبارك الله، رايح عندها التظليل، عندها الكراج، دورات المياه، يعني والله تغير ملحوظ. هاد العام رجلوها لنا ولا شي مريقلة، داروا ليها الكراج، داروا الكراج. والعام الفايت كنا نلعبوا في التراب، وهذا العام رجلوا لنا الأقسام. بقرية قسطن واجه التلاميذ الكثير للالتحاق بمقاعدهم الدراسية قبلا، ولكن اليوم ابتدائية مالك تفتح أبوابها بحلة جديدة مع الدخول المدرسي الجديد، لكن التلاميذ ينتظرون أيضا تدعيمها أكثر.